صباح الورد عليكم مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية نبدأ فقرتنا النهاردة. هنبدأها الحقيقة معاكم مع الأستاذ ماجد بطرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد السمك، واللي هنتكلم معاه عن أهمية رياضة صيد الأسماك كمدخل سياحي للدول، وإيه الصيد الأخلاقي وثقافة الصيد والإطلاق كاتش أند ريليز، وإزاي نخلي مصر تتواجد على خريطة الصيد العالمية، وتفاصيل تانية كتير. أما فقرتنا التانية فهتكون مع عبد الرحمن ممدوح، مصور من ذوي القدرات الخاصة. الحقيقة أن عبد الرحمن نموذج جميل جدا للشاب الناجح الطموح، عبد الرحمن اللي قادر يعافر ويقدم صور غاية في التميز والجمال على الرغم من إعاقته. هنعرف النهاردة تفاصيل كتيرة عن شغله وصوره الجميلة في فقرتنا التانية، انتظرونا. قبل ما نروح لأخبارنا هنروح معاكم عشان نشوف أبرز الترندات النهاردة، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الورد والياسمين عليكم مشاهدينا مرة تانية. خلونا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي قال إن الشباب بيسعوا للأماكن توافر فرص العمل المتاحة، وإن هناك طفرة كبيرة في مجال التدريب في أسوان، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. الحقيقة دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة المصرية لديها خطة واضحة لحد 2030، وهي زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة ل 42% من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية. طبعا الرقم ده مميز جدا وليه دلالات مهمة هنعرفها مع الكاتب الصحفي عادل السنهوري. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير
خير وصباح الورد على كل مشاهدي قناة تن، وصباح الورد على كدينا وهبه. صباح الورد على حضرتك. يعني عايزين حضرتك تقول لنا كده في البداية أهمية العمل على رفع نسبة الطاقة النظيفة ل 42%. طب خلينا يعني احنا بالتأكيد خلال السنوات الأخيرة احنا شفنا انه هناك اهتمام عالمي كبير وخاصة من الدول العالم النامي بالطاقة النظيفة، وشفنا عدد المؤتمرات اللي تم عقدها لمؤتمرات المناخ سواء في شرم الشيخ أو في دبي في الشهر الماضي، كلها بتستهدف اللي هو الاتجاه الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية دي، بسبب انه ده ادى الى ارتفاع درجات الحرارة، التغير في المناخ، وده كل ده طبعا كان له تأثير كبير جدا على مشاكل صعبة، وكان اكثر متأثرين منها هو دول الجنوب زي مشاكل التصحر والجفاف وزاد معدلات الفقر والبطالة وارتفاع درجات الحرارة، يعني كل ده كان له تأثيرات سيئة للغاية يعني. فبالتالي كل هذا المؤتمرات بتعمل انقاذ الكوكب. بالنسبة لمصر طبعا مصر مدركت ده من فترة طويلة جدا ووضعت خطة بالفعل، هي الخطة الاستراتيجية الطاقة المستدامة واللي ذات الاعتماد على هذه الطاقة دي، والحمد لله مصر لديها ثروة هائلة ويعني وموارد بوفرة من هذه الطاقة، وخاصة لو قلنا طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية والطاقة المنوية السلمية طبعا. فبالتالي انت بتتكلمي على هذه الخطة، يعني الموضوع من فترة، لكن من حوالي 9 سنوات من 2014 بدأ بالفعل التركيز على ضرورة الاعتماد على الطاقة الجديدة والنظيفة، فتم وضع هذه الخطة لحد 2030 أو 2035 ليكون هناك الاعتماد على الطاقة الجديدة 42% من إجمالي الطاقة التي تعتمد عليها مصر في خطة التنمية، بتمثل 42% منها، 25% طاقة شمسية، وطبعا انت شايفين المحطات الضخمة جدا اللي بتعتبر من أكبر محطات طاقة شمسية في العالم في مصر، خاصة محطة بنبان والكويمات، احنا عندنا 32 محطة طاقة شمسية بالمناسبة، ولذلك يعني مصر في ظل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تكون يعني فعلا محطة يعني معبر إقليمي طبعا، مركز إقليمي للطاقة الجديدة، بتتكلمي على 14% برضه طاقة الرياح إن شاء الله من إجمالي 42، بالإضافة طبعا للطاقة المائية اللي هتمثل 3%، وده هيتم باستثمارات بالمناسبة بالاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص طبعاً. يعني مش القطاع الحكومي، وانا تقريبا دلوقتي حتى الان يعني استثمارات في هذا المجال بحوالي 4.4 مليار دولار، فبالتالي اعتقد ان ده مبلغ ضخم ومصر مستمرة ده، مش ده فقط لا غير، انا كمان انت لو احنا في كوب 27 تم عقد اتفاقيات في مجال تصنيع الهيدروجين الاخضر، ويمكن انا كتبت وقلت انه هيكون ده الذهب الاخضر بالنسبة لمصر، انه مجاله كبير كبير جدا في العالم، واحنا بنستهدف ان شاء الله نعرف نصدر باكثر من يعني 6 مليون طن سنويا من الهيدروجين، بما يمثل 8% من اجمالي تجارة الهيدروجين الاخضر في العالم، واحنا وقعنا اتفاقات كبيرة جدا لجذب الاستثمارات لتصنيعه في مصر، واعتقد انه بالفعل انه هذه المجالات الجديدة كلها يعني ايجابيات كثيرة جدا، سواء طبعاً. على مستوى استخدام الطاقة النظيفة، وده كمان بيفيد مشروعات التنمية، احنا يعني التنمية مشروعات التنمية متزايدة في مصر محتاجة طاقة جديدة اضافة للطاقة التقليدية اللي يتم تقليل الاعتماد عليها. الحاجة التانية الحفاظ على البيئة، لانه ده في النهاية الحفاظ على البيئة بيساعد برضه في عمليات التنمية وفي عمليات الزراعة والحفاظ أكيد على الصحة العامة الاخر. الحاجة التانية الاستثمارات، جذب استثمارات من الخارج في مجالات هذه الطاقة، مش أكيد طبعا العالم كله مهتم بده، ف
فنعتقد ان ده مجال مهم جدا، مصر مركزه تماما وخاصه في خلال ال9 سنوات الماضيه على هذا التوجه في هذا الاتجاه والاعتماد على الطاقه المتجدده باذن الله، وان شاء الله ودلاله ثروه كبيره من هذا اكيد طبعا. طيب استاذ عادل، كنا عايزين كمان يعني تواجد رئيس الوزراء وسط الشباب وحسهم على التدريب والتميز، طبعا ده ليه دلاله كبيره جدا، فكنا عايزين نعرف من حضرتك ده بيعني ايه ودلالته ايه كمان. اولا خلينا نقول ان الزياره كانت مهمه جدا، يعني انا اعتقد انه المشاريع كتيره جدا اللي مصر بتقوم بيها وخاصه في المحافظات، يعني اعتقد انه اهتمام الدوله بيها وقيام رئيس الوزراء بذاته انه يقوم بافتتاح وتشييد هذه المشروعات، احنا شفنا هناك محور موازي كبير ضخم لمحور خزان اسوار، وده شيء مهم جدا، يعني اعتقد انه هيفتح شرايين كمان للتنميه والربط ما بين جانبي نهر النيل والتخفيف على خزان اسوان اللي بقاله هذا الممر بقاله اكثر من 120 سنه بالمناسبه، يعني عشان الناس تعرف، فبالتالي التخفيف عنه هيساهم كثير جدا في حركه النقل وحركه التنميه. الحاجه الثانيه وجوده كمان يعني وسط الشباب خاصه في المجالات الجديده وبعض المشروعات اللي افتتحها اللي بتعتمد على صناعه تكنولوجيا المعلومات، العالم كله فعلا بيتجه لده. صحيح. اعتقد ان هناك وعي من الشباب، قطاع كبير من الشباب، انه ضروره الاتجاه بالفعل الى مثل هذه المجالات الجديده والقطاعات الجديده لانها بتوفر فرص عمل كبيره جدا، واحنا شايفين الدوله بدات بالفعل تهتم بهذا المجال، احنا نشوف المجمعات التكنولوجيه في تقريبا اكثر من 16 محافظه، شايف الجامعات بصراحه هو يعني الشغل يعني بجد يستحق الشكر والتقدير ومجهود رائع بصراحه. في النهايه بنشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي عادل صنهوري، شكرا لحضرتك جدا. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نروح نطمن مع بعض على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلونا بعد ما اطمنا على درجات الحرارة نعرف تفاصيل أكتر عن نوة الغطاس اللي فيه تحذيرات شديدة منها وإن فيه أمطار غزيرة الفترة اللي جاية كمان. تفاصيل أكتر هنعرفها من دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل حضرتك. صباح الخير، يعني عايزين حضرتك تكلمينا كده عن حالة الجو وتكلمينا كمان عن موضوع نوة الغطاس.
طيب خلينا نقول الاول ان نوة الوصاص دي المفروض بتبدا 19 يناير وبتستمر حتى 22 يناير، يعني 3 ايام تقريبا. عظيم. ويمكن احنا دايما في الهيئه العامه للارصاد الجويه مش بنتعامل بجدول النواة، احنا بنتعامل بالتوزيعات الضغطيه، لان دايما حالات الامطار ممكن نلاقيها قبل ميعاد النواة او بعد ميعاد النواة، خاصة عظيم. إن جدول النواة ده اللي عمله الصيادين زمان عشان يشوفوا منه حالة البحر على محافظة الإسكندرية فقط مش كافة مناطق الجمهورية. إحنا خلال هذه الأيام ويمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهنا إن إحنا اعتبارا من النهاردة هيكون في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، هتبدأ النهاردة في المنطقة الغربية بكرة تشمل باقي محافظات الجمهورية، وده بسبب إن مصادر الكتل الهوائية اللي هتأثر علينا اختلفت عن الأيام الماضية. الأيام الماضية كانت كتل هوائية صحراوية، اليوم هتكون كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضة في قيم درجات حرارتها، كمان هيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده هيعمل طبعا على أول حاجة وأول عنصر في الحالة الجوية اللي معانا النهاردة وخلال الأيام اللي جاية هي انخفاض قيم درجات الحرارة. طيب دكتورة، هل هنشوف أمطار غزيرة في محافظات الجمهورية؟ بالفعل بعض المحافظات خاصة المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط هيكون عليها أمطار متوسطة اليوم تغزر أحيانا خلال فترة المساء، وتحديدا في مطروح، الإسكندرية، شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية. بكرة الثلاث الأمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطبعا المحافظات الداخلية متوقع أن يوصل لها الأمطار لكن بكميات أقل. يعني النهارده المحافظات الجنوب الوجه البحري مدن القناه ممكن يوصل لها امطار خفيفه، وقد تصل كمان فتره المساء الامطار لمناطق من القاهره الكبرى خفيفه. بكره ان شاء الله امطار خفيفه متوسطه على جنوب الوجه البحري مع استمرار الامطار المتوسطه واللي تغزر احيانا عزيز. على السواحل الشماليه اللي هي اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. مع امطار اليوم هيكون كمان في نشاط للرياح، سرعات رياح هتكون ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح اول حاجه هيؤدي لمزيد من الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره، هيؤدي كمان لاثاره بعض الرمال والاتربه على الاماكن المكشوفه، المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، وهيؤدي اليوم لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 3 الى 4 متر. وطبعا زي ما قلنا في الاول في انخفاض في قيم درجات الحراره عن امس بحوالي 5 درجات، احنا النهارده عظمى على القاهره الكبرى هتكون 20 درجه مئويه، ومزيد من الانخفاضات خلال الايام اللي جايه. الايام اللي جايه كلها تبقى اجواءها شتويه بامتياز باختلاف اماكن وسقوط الامطار وكميات الامطار خلال الايام المقبله ان شاء الله. بس هناكد على كل الساده المواطنين اللي خفف الملابس، احنا دايما بنقول بلاش تخفيف الملابس، صحيح. لازم ملابس شتويه وتكون شتويه ثقيله فترات الليل متاخر فترات الصباح الباكر. المحافظات المعنيه بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه تبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء، الواح الاماكن المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، مرضى الحساسيه الصدريه وذيوب الانسيه لو خارجين النهارده يفضل طبعا ابقاء الكمامات، والقياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء سقوط الامطار. طيب يا دكتور، يعني الشبوره بقى هتكون شديده الايام الجايه ولا هيكون وضعها ايه؟ يعني الايام اللي جايه في معظمها هيكون عندنا نشاط للرياح، يمكن حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله وجود نشاط للرياح معانا هيخلينا نحس بالبروده ويقلل فرص تكون الشبوره المائيه، فالشبوره المائيه مش هتكون موجوده معانا الايام اللي جايه او بشكل مؤثر، لكن برضه لازم القياده تكون بهدوء تام مع الامطار، لان الامطار ايضا بتؤدي لانخفاض رؤيه على الطريق ولا قدر الله ممكن تؤدي لانزلاق العجلات على الطريق. في النهايه بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، شكرا لحضرتك. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم مره تانيه. ورجعنا لحضراتكم من جديد. خلونا نقول لكم بقى على خبر لطيف. النهاردة اليابانيين بيحتفلوا بيوم الكاري، أيوة زي ما أنا قلت كده، يوم الكاري اللي هي التوابل اللي بتعتبر من أشهر التوابل في مطابخ العالم، وأولها كمان المطبخ الهندي وبعديه كمان المطبخ الياباني والصيني. بيتزامن مع اليوم ده أن المسؤولين عن الدراسة في اليابان بيحتفلوا بتخصيص وجبات للأطفال بتتضمن الكاري.
اليوم ده بقى يا دينا بدأ الاحتفال بيه للمرة الأولى في 22 يناير عام 1982، لما الحكومة اليابانية قررت توفير وجبات للأطفال غنية بالعناصر الكاملة خلال الفترة اللي بيحتاج فيها الجسم للقوة والنمو الجيد وخاصة الدماغ. المهم بقى أن المجلس الوطني للمدارس اختار الأرز مع الكاري كواحد من الأطباق الرئيسية اللي يجب أن يتم تقديمها للأطفال في المدارس، ومن الوقت ده تم اعتماده. يعني هنشرح لحضراتكم ليه اليوم ده تحديدا. طبعا ده عشان بيوصلوا من خلاله رسالة بالطعام اللي بيحتاجه الأطفال وخاصة الفقراء اللي ما عندهمش إمكانية للتناول الطعام في منازلهم، وبالتالي أهمية اليوم ده هو كمان فكرة للتلاحم بين الفقراء والأغنياء وإن الجميع سواسية وبيجتمعوا تحت طبق واحد وهو الكاري. انت ايه رايك في الكاري بقى؟ انا بحب الكاري بصراحه. بتحبيه؟ على ايه بقى بتحبي تاكليه؟ مع رز. رز هو رز، ولو حاطين عشاكن طبعا والخضروات. فطبعا هو كمان الرساله اللي بيوصلوها ان هو الفقراء والاغنياء بياكلوا طبق واحد، فدي طبعا مسج ده كان عندهم هم. دلوقتي احنا بناكل الكاري عشان بنحبه، عندنا الفول وعندنا كمان الاطفال بيحبوا التشاينيز فود والكوريان فود كمان، وكمان بقوا بناكل الانديان فود، بقى مشهور جدا كمان في مصر دلوقتي، ما بقيناش زي زمان. يعني الاكل الثقافات المختلفه الحقيقه في الاكل بقت دلوقتي جميله منتشره. منتشر اكتر اكل بتحبيه ايه دي؟ اكتر اكله يعني الحاجه اللي هي لا تقاوم، عارفه اللي هو اشوفها ما اقدرش مهما كنت عامله دايت. الاكل المصري، انا بحب الاكل المصري. ملوخيه بقى طب ملوخيه جميله، عمري ما استغنى عنها. ما هي ده حاجه يعني. انت كمان بتحبي تاكلي ايه؟ الملوخيه طبعا اساسي، بس عارفه اللي هو ايه، في حاجات عندي مفضله تانية بقى، يعني محشي ده لا يقاوم يعني المحشي ده حاجه، حمام لازانيا بقى، والحاجات بقى التانية دي لازانيا مكرونه يعني الاكل. ايوه الاكل عموما. الاكل عموما. دلوقتي خلونا بقى نروح لخبر تاني عن المباراة المرتقبة طبعا اللي كلنا مستنيينها النهاردة للمنتخب الوطني ومنتخب الرأس الأخضر. مباراة مهمة جدا لمنتخب مصر اللي مهم جدا الفوز النهاردة علشان يضمن صعوده للدور التاني، بعيدا بقى عن أي نتيجة تانية ممكن تصعب من فرصته وتدخلنا في حسابات كبيرة. وكمان المباراة اللي هتتلعب النهاردة الساعة 10 مساء كلنا هنكون في انتظارها، ودعوتنا طبعا للمنتخب ورجال المنتخب الوطني انهم يلعبوا بقوة ويظهروا الوجه الحقيقي للمنتخب اللي يقدر يفوز ويتقدم لأبعد نقطة في البطولة. طبعا المباراة هيغيب عنها نجمنا الأكبر محمد صلاح لإصابته، وبإذن الله يقوم بألف سلامة، وكلنا كلنا ثقة في رجالة المنتخب انهم يفوزوا ويقدروا يقدموا مباراة كويسة. تفاصيل اكتر عن المباراة هنعرفها من الناقد الرياضي محمد جمال. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد عليك. صباح الورد. طبعا احنا بنتمنى الفوز النهاردة للمنتخب، بس كنا عايزين نعرف من حضرتك شايف المباراة للمنتخب الوطني النهاردة هتكون ازاي؟ بص، هو اكيد ماتش صعب، انت اللي حطيتي نفسك في الوضع ده ولازم انت تتفرجي نفسك برضو. بتكلمي على يعني كاس امم افريقيا، من المفترض ان مصر كانت من البلاد المرشحه لتتويج بالبطوله، ما كانش ينفع تماما وعلى الاطلاق ان منتخب مصر يبقى موجود في المباراه الثالثه، وانه لازم يكسب علشان يصعد كافضل يعني كتاني او كافضل توالد. فده يقول لك قد ايه للاسف للاسف احنا ما حضرناش بشكل كويس لكاس امم افريقيا. الجهاز الفني اتخذ بعض القرارات مع اتحاد الكوره للاسف خلت ان منتخب مصر يتعادل قدام منتخب موزمبيق ويتعادل قدام منتخب غانا، بيخلي المنتخب الوطني متراجع خلال اليومين اللي فاتوا او الايام اللي فاتوا، يعني عشان يبقى موجود في المركز الثاني برصيد نقطتين بس في دور المجموعات، وانه مرشح انه يخرج عادي جدا من دور المجموعات. لان خلي بالك الراس الاخضر مش منتخب ضعيف، مش منتخب سيء، منتخب الاول اللي ضمن صعوده للدور 16، منتخب عنده 6 نقاط بيفوز بشكل كويس، فاكيد ماتش صعب جدا 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 على منتخب مصر النهارده. دي حقيقه. طيب يا استاذ محمد، يعني هل حضرتك شايف ان المنتخب يقدر يحقق الفوز النهارده؟ وكمان عايزين نعرف منك التشكيل الاساسي من وجهه نظرك. واكيد منتخب مصر يقدر يكسب النهارده، ده شيء طبيعي، بس احنا النهارده محتاجين التركيز، محتاجين ان يحصل تغييرات في التشكيل. يمكن التشكيل اللي جاي لي النهارده اللي هيبقى بكره، يعني اللي هيبقى موجود النهارده في التشكيل الاساسي، هيبقى الشناوي، هيبقى ظهير ايمن، هيكون موجود عمر كمال عبد الواحد، احمد فتوح ممكن يرجع في مركز الباك ليفت، الدفاع عبد المنعم وحجازي، وسط الملعب هيكون موجود مروان عطيه والنني وحمدي فتحي زيزو ومرموش ومصطفى محمد. ده التشكيل اللي هو وصل ليا من كوت ديفوار، وبتمنى ان شاء الله يعني ان احنا بقى نستغل سواء زيزو سواء مرموش سواء مروان عطيه سواء النني سواء مصطفى محمد، ويقدروا ان هم
يعني قرروا ان هم يفوزوا بطاقه مصر النهارده عشان نتاهل لدور 16، وبعد كده بقى يعني كل حديث في وقته يعني. طيب احنا كنا عايزين نتكلم مع حضرتك عن طبعا اللاعب محمد صلاح. طبعا حضرتك شايف على السوشيال ميديا ان هو ساب المنتخب وسافر او هيسافر، فعايزين نعرف من حضرتك هل ده صح ان هو فعلا ممكن يسيب المنتخب ولا هو هيحضر؟ بس نتكلم بصراحه، انا راجل بغطي اتحاد كوره، بغطي منتخب مصر كصحفي بقالي سنين. اتفضل. وعمري ما شفته وكنت ما اتمناش ان اشوفه. انا بشوف ان محمد صلاح لعيب مهم جدا جدا جدا، وجوده بره الملعب اهم من وجوده داخل الملعب. خلاص انت تعرضت للاصابه، تعرضت لاصابه ضعيفه وشد في العضله الخلفيه، مش اصابه قويه، اصابه ممكن تزيد، لكن انت بتعمل تدريبات تاهيليه خلاص وتمام. انا اللي اعرفه ان يوم الخميس ده الرسمي اللي ظهر قدامي ان اتحاد الكوره اعلن ان صلاح هيغيب لمده مباراتين، مباراه الراس الاخضر ومباراه دور 16 في حال توافق مصر اللي هي يوم الاحد 28 يناير. اللي انا اعرفه ان طالما هيجيب مباراتين وانت اعلنت يوم الخميس، ما ينفعش ان انا يوم الاحد بالليل الاقي يورجن كلوب وليفربول بتعلن ان محمد صلاح هيرجع تاني انجلترا عشان يستكمل علاجه. طب هو انت الاربع ايام اللي فاتوا كاتحاد كره مصر كنت فين؟ طب انت ليه اعلنت لي اصلا ان صلاح هيغيب مباراتين بس مكمل معايا طول البطوله؟ وهل ينفع ان الاقي يورجن كلوب يقول محمد صلاح خلاص راجع، وفي نفس الوقت لو وصلتوا نهائي يعني لو مصر وصلت نهائي او دور قبل نهائي يبقى يرجع لكم يلعب معاكم ويكون خف ساعتها؟ انا بشوف ان ده امر غريب، ويعني بشوف ان ده تقليل من اتحاد الكره المصري، وان كان لازم يكون في رد من اتحاد الكره المصري، يكون في بيان اقوى من كده من اتحاد الكره المصري، يكون في قرار يكون في الموضوع ده، سواء بقى بقاء محمد صلاح او خروجه من اول يوم، او ان انت يوم الخميس تقول خلاص صلاح مش هيلحق البطوله واحنا بنتمنى له التوفيق واحنا عندنا رغبه ان هو يستمر، او طبعاً. القرار في ايده انه يرجع يستكمل علاجه في المراكز التاهيليه في ليفربول. ولكن انا بشوف خروجه من المعسكر في الوقت الحالي قبل مباراه مهمه وهي مباراه الراس الاخضر، انا بشوفه قرار غريب جدا جدا جدا، وبشوف ان اتحاد الكره المصري لا بيتعامل باحترافيه في هذا الامر، ان لو العكس ليفربول مش هتسيب ساعتها اي لعيب ان هو يخرج من المعسكر. طيب يعني استاذ محمد، حضرتك شايف اصابه محمد صلاح تستدعي ان هو يسيب المنتخب ويسافر في توقيت زي ده؟ خلي بالك هو بطولة أمم أفريقيا أيامها بسيطة، فطبيعي الإصابة حتى لو بتستدعي أسبوعين فأنت خلاص البطولة هتكون خلصت. القصة مش في الإصابة، أنا القصة كلها في القرار نفسه. أنت أعلنت حاجة رسمية في بيان رسمي يوم خميس، ما ينفعش إنك تستنى أربع أيام وتقول لي أصل اللعيب راجع بقى خلاص مش هيلحق البطولة. طب وأنت كان تشخيصها غلط؟ ما تطلع تقول لي أنت كان عندك مشكلة، ما ينفعش كمان أنا لاقي إمبارح عضو مجلس إدارة اتحاد كورة، عضو مجلس إدارة، يعني طبيعي جدا المفروض يكون ملم بالأمور حتى لو مش موجود في كوت ديفوار. برضه تصريحات غريبة، أصل أنا ما أعرفش والاتحاد مش هيطلع بيان، كان لاقي الاتحاد طلع بيان. أنا بشوف ده قرار كان غريب جدا من اتحاد الكورة اللي موافق على قرارات يورجن كلوب وعلى قرارات ليفربول، وكان لازم صلاح أصلا يرد من البداية لما يورجن كلوب طلع في مؤتمر صحفي يوم 5 وقال أتمنى محمد صلاح يخرج من دور المجموعات عشان يرجع ليفربول، لا كان لازم صلاح يرد وقتها ويتكلم بكل يعني بشكل لطيف يقول لا أنا بس مع منتخب مصر يفوز بالبطولة، أتمنى البقاء للآخر، لكن أنا بشوف بصراحة يعني أن لا الموضوع ده تم إدارته بشكل غلط من اتحاد الكورة المصري، وكان لازم صلاح وجهة نظري يعني عتاب بسيط كده على نجم مصر ونجم القطر العربي كله العالم، انه كان لازم لا يصر ان هو يستمر مع منتخب مصر حتى لو مش هيلحق البطوله، يستمر مع منتخب مصر الايام دي عظيم. لان اكيد اللعيبه محتاجه وجوده، زي ما هو قال امبارح في المؤتمر الصحفي ان هو وجوده مهم مع اللعيبه. عظيم. يعني احنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا، واحنا بنشكر حضرتك انك كنت معانا النهارده في صباح الورد استاذ محمد جمال الناقد الرياضي. قبل بقى ما نروح لفقراتنا الحلوه النهارده، خلونا نروح الاول نشوف خدمات صباح الورد ونتابع مع حضراتكم اسعار السلع الرئيسيه والذهب والعملات، ونرجع لكم مره ثانيه.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد. دلوقتي هنتكلم في فقرتنا عن رياضه منتشره بشكل كبير في مصر على الرغم من انها مش واخده حقها قوي اعلاميا، وهي رياضه صيد الاسماك. وكتير بنشوف او بنسمع كمان من ناس بتطلع رحلات صيد، سواء الرحله دي بتاخد يوم او عدد من الايام. طيب ايه هي رياضه صيد الاسماك اصلا، وهل بتختلف عن الصيد العادي، وهل ممكن كمان الرياضه دي تكون عامل لجذب السياح في مصر؟ كل ده واكتر هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا، الاستاذ ماجد بطرس، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لرياضه صيد الاسماك. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير يا دي. صباح الخير، تحياتنا لحضرتك وسعداء بوجود حضرتك معانا. انا اسعد ان انا معاكم. نشكرك. طيب عايزين في البدايه يعني نتكلم بنبذه سريعه كده عن الاتحاد المصري في رياضه صيد الاسماك، وكمان عايزين نعرف كمان من حضرتك امتى تاسس وايه كمان اهدافه، وكمان منين جت فكره اصلا يعني رياضه صيد الاسماك. طيب الاتحاد تاسيسه ابتدى سنه 1982 14/11/82 تاسس باللجنه، ولجنه تاسست عملت التاسيس للاتحاد وكان برئاسه السيد مرعي، والوكيل بتاعه كان او النائب صفي الصحراوي، ودي كانت بدايه تاسيس للاتحاد الصيد المصري. اول ما ابتدى كان مع الشباب والرياضه، وبعد كده سنه 2006 اتنقل للرياضه، وبعد كده بقينا تبع الشباب والرياضه من الشباب والرياضه لغايه الشباب والرياضه دلوقتي. بس الفكره كلها ان الاتحاد بينظم طريقه الصيد، اسلوب الصيد. احنا كاتحاد بنعمل في حاجه اسمها صيد رياضي، ودي مضايقه ناس كتير، ناس صيادين، على اساس انه احنا الصيد بتاعنا بوصه ومكنه، مفيش بقى ولا شبك ولا خيطان ولا شنشله ولا الكلام الفاضي ده، هي بوصه ومكنه بتصطادي بيها السمك، ويبقى في نظام فايت بيننا وبين السمكه. اتفضل. بقى الفكره كلها انه صيد رياضي اللي هو البوصه والمكنه. طب اهدافه ايه؟ بيهدف لايه حضرتك؟ اهدافه انه اولا في ثلاث اكاديميات بيعلموا الصيد، سواء للناس العاديه او للشباب الصغير. اكاديميه فيهم مشاره اوريدي تبع الاتحاد، واثنين بيعملوا الاشاره بتاعهم، واحده في القاهره واحده في اسكندريه واحده في الجونه. دول بيعلموا الناس الصيد الرياضي الصح. وده الهدف بتاعنا كاتحاد. بعد كده احنا بقى بالنسبه لنا البطولات والمسابقات والحاجات دي اللي احنا بنشرف عليها وبنعملها. احنا لينا ثلاث بطولات في السنه، كاس الاتحاد، بطولة الجمهورية، وبطولة قومية لجمال نظيم. طيب يعني عايزين حضرتك تقول لنا رياضة صيد الأسماك دي عبارة عن إيه؟ وهل ليها رولز عادية زي الرياضات المتعارف عليها يعني؟ أيوة طبعا هي ليها رولز، ورولز كبيرة قوي. بس للأسف ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. لما بيتعمل مسابقات أبتديها لك من الأول. زمان أوكي. كان أنواع. كانت المسابقة عبارة عن أنواع السمك، كان إحنا عندنا 9 أنواع. اللي يجيب عدد الأنواع أكتر هو اللي يكسب. بعد كده إحنا عملنا بطولات عالم هنا أهو في القاهرة في مصر. 2007 و2010 في الجونة. عظيم. عرفنا منهم إنه بالبوينتس، قال لك السمكة كيلو، كذا كيلو. يبقى مثلا سمكة 5 كيلو مش مهم النوع. 5 كيلو يبقى هتاخد 5 بوينتس. 10 كيلو هتاخد 10 بوينتس، بعد كده بتجمعي البوينتس. فقال لك الوزن هي السمكه. عظيم. ده في بطوله العالم، فبطلنا بقى حكايه الانواع، جينا بعد كده لقينا انه لا، الصح ان يتعمل البوينتس مع عدد الانواع. يعني برضو واحد جاب 50 سمكه نوع واحد، غير لما يكون واحد جايب 40 سمكه كذا نوع. فبقينا بنعمل البوينتس بتاعت الوزن للسمك بلس عدد بتاعه. طيب حضرتك لو هنتكلم عن طبعا الرياضه دي هي موجوده عالميا، لو هنتكلم عليها وعايزين نعرف هي مثلا هل ليها فعلا جمهور وفعلا بتتمارس عالميا ازاي؟ بتتمارس عالميا انها في بطولات عالم.
احنا عملنا بطولتين عالم هنا، واحده للشباب، وحضرنا اربع بطولات بره، جنوب افريقيا والمكسيك والبرازيل واسبانيا. وانا كنت واحد من من المحظوظين اللي رحت اسبانيا، وكنت ورجعنا بثالث عالم. كنت رئيس البعثه ورجعنا ثالث عالم في اسبانيا. هنا في مصر خدنا اول مره 2007 طلعنا السادس، ثاني مره 2010 طلعنا الاول. فاحنا واخدين اول عالم وثالث عالم مرتين، وبنحضر كل البطولات بره. طيب يعني هل في تواجد لمصر على خريطه صيد ما هو رياضه التواجد السمك؟ ان احنا متواجدين وبنعمل بطولات، وكنا واشتركنا في الاتحاد الدولي للمياه العذبه، وكنا هنعمل في 2010 سوري 2020 كنا هنعمل بطوله عندنا في اسوان، بس جت الكوفيد 19 دي وقفتنا. طبعا هي وقفت الدنيا كلها. صحيح. فاحنا شغالين في المياه العذبه والمياه المالحه. واحنا اساسا الرياضه نفسها للحفاظ على البيئه. عظيم. سواء من ناحيه السمك سواء من ناحيه البحر. عظيم. طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك برضو ايه هو الصيد الاخلاقي اللي هو كاتش اند ريليز، يعني حضرتك تكلمنا عنه. ده بقى اللي هو الصيد الرياضي الاخلاقي. اللي هو كاتش اند ريليز. احنا عندنا نوعين سمك. عظيم. الناس بتيجي من بره عشان تصطادهم، اللي هو السيلفيش سمكه الشراع، والجرم بياض الجي تي. دول ناس كتير. ايطاليا وفرنسا. واسبانيا والامريكان والسويسريين بييجوا يصطادوا السمكتين دول، دي متعه. عظيم. فبنعمل كاتش اند ريليس ليهم عشان يبقوا موجودين، عشان يعملوا جذب سياحي، لان صحيح. الناس تيجي، الناس دي بتيجي تقعد بالاسبوع في البحر. هو مش جاي عشان يقعد يوم ولا يومين قطع المشوار، زي الغطس اللي هو بيجي يقعد مده، فده صحيح. بيجي يقعد بالاسبوع في مركب صيد بيقعد يصطاد. هو ما بياخدش معاه حاجه، هو نفسه بيعمل لهم ريليس. هي متعه الصيد الرياضي دي. ان انت بتكاتش السمكه دي بتعملي فايت معاه وبعدين تعملي ريليس. حاجه جميله جدا. طيب كنت عايزه اسال حضرتك كمان، هل ممكن اي شخص معاه سناره يقدر يمارس الرياضه دي، ولا في قواعد معينه لازم يعني يمشي عليها عشان يقدر يمارس الرياضه دي؟ هو قاعده انه لازم يبقى معاه رخصه صيد. لكن يقدر يجيب اي سناره واي حد يعلمه. انا بقول لك في مدارس وفي اكاديميات بتعلم، لكن هو ممكن لو حد يعلمه، لكن لازم يبقى معاه رخصه صيد عشان يصطاد. فدي دي القاعده الاولى ليها. لكن اي شخص ممكن يصطاد اي سنه، ودي ميزه الصيد. طبعا. عظيم. طيب انا عايزين نتكلم بقى شويه عن الناس الهواة، الناس اللي بنشوفهم عادي بيحبوا ينزلوا يصطادوا، هل دول عليهم قواعد معينه او رولز معينه؟ لا للاسف ما لهمش، غير اي حد بيحب ينزل يصطاد ينزل يصطاد في اي وقت. انا مره واحد قال لي كلمه ما اعرفش طبعا ينفع تتقال ولا لا، قال لي كل الناس اللي واقفين في اسكندريه دول بيصطادوا عشان يجيبوا سمك ياكلوه. طب في انواع سمك معينه يعني قانونا ما ينفعش انه يتم صيدها، لو هو بقى اصطاد سمكه من النوع ده؟ لا لازم يسيبها. على طول. قانونا ممنوع. سواء على مركب، ولو اتمسك بيها طبعا القانون بيعاقب. سواء على مركب تتسحب رخصه الرئيس. هو اتمسك بيها ممكن هو يتعمل له مخالفه. عظيم. كل الاسماك السامه ممنوع صيدها. عظيم جدا. كل الاسماك اللي هي زينة ممنوع صيدها، زي سمكة النابليون. نابليون زي معروفة جدا. كل الحاجات دي ممنوع صيدها. صحيح. احنا بقى بنسمع مانعين حاجتين، القرش، سمكة القرش، وسمكة السيلفيش. دول ممنوع صيدهم. ممنوع صيدهم خالص. ممنوع تخليهم. طيب تكملة لكلام حضرتك، اتكلمت حضرتك عن الرخصة، ان يكون في رخصه لممارسه الصيد والرياضه دي، يعني ايه البنود اللي حضرتك يعني لازم الشخص يقوم بيها عشان يحصل على الرخصه دي، الاوراق يعني المطلوبه؟ ولا حاجه، الثروه السمكيه، البطاقه بتاعته، وصورتين بس كده، بيروح للثروه السمكيه بيطلع الرخصه. طيب الرسوم اللي بتدفع بتكون في حدود كام؟ هي دلوقتي بقت 150. 150 يعني مبلغ بسيط. لا مبلغ بسيط، ده السنه وحدود الجمهوريه كلها. عظيم. طيب عايزين برضو نعرف من حضرتك ايه اللي ممكن نعمله عشان نحقق اكبر استفادة من اللي بنملكه من مقومات طبيعية لجذب السياح، ازاي نقدر نستفيد من حاجة زي دي لجذب السياح؟ الاستفادة كانت موجودة وعمالة تقل. حقيقي. يعني كان زمان يجي السائح يطلع 5 ايام او اسبوع في المركب، دلوقتي منعوه، قال لك 3 ايام
ويرجع وياخد 3 ايام تاني لو عايز، لكن ما يقدرش يقعد الاسبوع. دي حاجه تبع الدوله، انا ما اعرفش طبعا سببها ايه، بس دي طبعا بتوقف اللي هي السياحه نفسها. المراكب الشنشله اللي ماشيه تجرف كل السمك اللي موجود، ما بتاخد السمكتين اللي هم الناس بتيجي من بره تصطادهم. فانت كده بتخلي الناس بدل ما كانت عايزه تيجي هنا، كانوا بيجوا هنا بينبسطوا قوي بالفايض بتاع السمك. كان يقول لك في سمكه بلاميطه دي صغيره 4 كيلو 5 كيلو، يقول لك الفايض بتاعها زي التونه الكبيره عندنا في البحر الاحمر. عارفه بنقول لهم لا السمك هنا جامد. هم كانوا مبسوطين، فبييجوا ومذاكرين وعارفين هيصطاد ايه وفين. طيب لو عايزين ننصح المشاهدين حضرتك والناس اللي بتحب الصيد، ازاي نقدر ننصحهم؟ يعني عايزين نعرف مثلا وقت الصيد المحبب والافضل بيكون امتى؟ هل في الشتاء ولا في الصيف؟ لان كمان ساعات بنسمع ان مثلا تروح في الوقت ده بتلاقي السمك مثلا البوري بيطلع لك مثلا كده، او مرق بيبقى فيه سهوله في الصيد، السمك البلطي مثلا كده. فعايزين مثلا ايه اهم مثلا الاوقات اللي حضرتك تقدر تنصح بيها المشاهدين في الصيد؟ ما هو في مواسم لكل سمك على مدار السنة. يعني في سمكة اسمها الشعور بتيجي في شهر 5 و6، تبتدي من الجنوب قبلها في شهر 2 و3 لغاية ما تيجي الغردقة، لغاية ما تروح شرم الشيخ. في سمك التونة شهر 5، سمك الحصان شهر 2، كل حاجة ليها السمكة بتاعتها. المرجان اللي هو من أحلى السمك ده شهر 12 و1 و2، ده الموسم بتاعه دلوقتي. فكل سمكة لها الوقت بتاعها. طب لو هنتكلم على الصيف ولا الشتاء بيكون أفضل للصيد؟ للجر الشتاء. الترولينج. أوكي. لكن لتصقيط أو شطة أو كده الصيف. أوكي. عظيم. ده الوقت وده الوقت. طبعا أكيد. ساعات في ناس بتصطاد بتقوم بصيد يعني أسماك ما بتبقاش صالحة للأكل. يا بتبقى زينة بقى يا أيا كان، والحاجات أحيانا دي الأسماك دي أحيانا بتبقى مسممة. الناس تعرف إزاي الأنواع دي أو السمكة دي لا تصلح للأكل أو دي المفروض يرجعها تاني؟ هو في سمكة اسمها قراد. القراد دي فيها الكبد بتاعها صغير خالص كده أسود، دي سامة جدا. اللي بيحصل إن اللي بيصطادها ما يعرفهاش بيفتح البطن ينظف فبيضرب الكبد. لما بتضرب الكبد ده خلاص بقت مسممة، فاللي بياكلها بيموت. شكلها عامل إزاي دي؟ زي هو بيسموها الارنب. هي شكلها عامله زي الارنب عشان كده بيسموها ارنب. هي دي سمكه الارنب. وفي سمكه اسمها دراك تقريبا او لا الدراك ده حلو، ده زي ده بيتاكل. ده بيتاكل. ده ريت الاقيه اصلا، يعني خلطه بين الارنب والدراك. هو بس القراد واللاين فيش اللي هو سمكه الديك. هم دول اللي سامين. فالفكره كلها احنا حتى لما كنا احنا اتعلمنا من الرويسر. لما كنا نطلع سمكه شكلها غريب ايه دي، يقول لك كذا 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 كذا. لكن مش من نفسي ان انا اتعامل مع اي سمك. صحيح. نتعلم. طيب لو حضرتك هنتكلم عن الصنارة، عايزين برضو ننصح المشاهدين تفاصيل عن الصنارة، يعني ازاي الناس تشتريها، القواعد بتاعتها عشان يقدروا يشتروا صنارة تساعدهم على الصيد بطريقة اسهل. طيب هقول لحضرتك حاجة. الواحد سافر بره راح قال له عايز اشتري صنارة وبكر، قال له هتصطاد ايه وفين؟ كل حاجة ليها حاجتها. يعني لو أنا هقف على الشط عايز صنارة تلسكوب طويلة. لو أنا هصطاد من على مركب بصنارة في ترولينج وفي تسقيط وفي حاجة اسمها جيجينج. دي ليها صنارتها ودي ليها صنارتها ودي ليها صنارتها. فهتصطادي إيه وفين؟ هو ده اللي بنتكلم عليه. فلما يروح يشتري يقول للراجل نفسه أنا عايز أصطاد كذا في الحتة كذا، يعرف يديله إيه. عظيم. لان في كذا نوع صناره وكذا نوع مكان. طبعا. طيب في بقى الصيد بالشبك، الصيد اللي بالشبك ده هل برضو بيندرج تحت الرياضه بتاعه الصيد؟ والشبكه دي لازم يبقى ليها مواصفات معينه او صيد الشبك مرفوض نهائي بالنسبه لنا. لكن اللي هو الصيد التجاري اللي بالشبك مفروض يبقى مقاس واسع عشان بس ده ملوش علاقه بالرياضه نفسها. لا ملوش دعوه، ده حاجه بره الرياضه بتاعتك. لا ملوش دعوه بالرياضه. صحيح. احنا بنتكلم على الصيد التجاري، لازم الشبك يبقى واسع عشان السمك الصغير يطلع منه عشان انه يتربى ويكبر. لكن اللي بيحصل ان بيستعملوا الضيق وبياخدوا كله كبير على صغير، وده اللي بيخلص على الثروه السمكيه. طب هل في مساحه معينه للوسع بتاع الشبكه؟ يبقى
القطر بتاعه 10 سنتي. 10 سنتي عظيم. على اساس يطلع السمك الصغير. بس ايوه بالظبط لسه اقول لحضرتك هيطلع السمك الصغير. لكن اللي بيحصل انا في رئيس مدرسه بيحكي لي بيقول لي انا قدام عيني بعد ما خدوا السمك الكبير بقى بالجاروف بالسمك الصغير الميت بيرموه. ما ده كان هيكبر. صحيح. صحيح. وده ده يعني مضايقنا احنا كاتحاد. صحيح. طيب لو هنتكلم عن السياحه لجذب السياحه بالنسبه للصيد وكده، هل مصر عندها فعلا المقومات اللي فعلا نقدر نشجع السياحه لمصر بالنسبه للرياض الصيد؟ طبعا، ما انا بقول لحضرتك احنا الناس كانوا بييجوا عشان مبسوطين بالصيد في البحر الاحمر وفي النيل. النيل ده عامل شغل جامد مع الاجانب. حقيقي. لان فيها احنا سمك القش البياض اللي حضرتك بتاكليه ده بيوصل 180 و200 كيلو السمكه. ففي فايت حلو، هم الصياد عايز الفايت بتاع السمكه. هي دي الفكره، سواء بقى بحر او نيل عايز الفايت بتاع السمكه. ناس كتير من الصيادين دلوقتي بقى يروحوا دمياط عشان التونه حجم كبير. صحيح. فما شاء الله يعني في كمية تونة في دمياط زي الفل. عظيم. نروح دمياط بقى. نروح أي حتة فيها سنة. طبعا. يعني احنا بنشكر حضرتك نورتنا النهاردة في صباح الورد، أستاذ مجد بطرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك. ودي كانت نهاية فقرتنا الأولى، نروح لفاصل ونرجع لكم مع فقرتنا الثانية. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نروح معاكم لفقرة جميلة جدا وملهمة لناس كتير. هنتكلم فيها عن شخص موهوب قدر يحقق حلمه في مجال التصوير ويكون مصور صحفي هايل على الرغم من كتير من المشاكل والعقبات اللي قابلها في طريقه. ده غير طبعا اننا هنشوف مجموعة من الصور المميزة وهنعرف منه قصة كل واحدة فيهم. خلونا على طول نبدأ فقرتنا معاكم بعد ما نرحب بضيفنا اللي منورنا المصور الصحفي عبد الرحمن ممدوح. صباح الورد عليك يا عبد الرحمن. صباح الورد عليك. يعني انت منورنا بجد النهارده وفخورين بيك جدا. عايزاك بقى في الاول تكلمنا انا ايه اللي حببك في مجال التصوير وايه اكتر حاجه شدتك انك تدخل مجال زي ده. اللي حببني في مجال التصوير حسيت نفسي فيه اكتر حاجه وحسيت ان هو بيناديني في حاجه، بتناديني في يعني الكاميرا من اول لما شفتها اول مره وهي بقى بتناديني بتقولي انت امتى اول كاميرا اشتريتها اصلا؟ اول كاميرا اشتريتها كانت في 2020، كانت شهر 12 في بدايه 2020. كورونا، وقت الكورونا. وقت الكورونا اكتشفت نفسك آخر وقت الكورونا. الكورونا لا بس انا مكتشف نفسي من بدري. صحيح. من بدري يعني انا في موضوع التصوير من 2017 وانا نفسي اجيب كاميرا. انت حابب من بدري يعني. بس كانت الظروف مش مسامحه قوي، بس اشتغلت على نفسي لحد ما جبتها. عظيم جدا. طيب احنا دلوقتي هنعرض صورة، عايزين نعرف هي ليها دلالة كبيرة عندك. فعايزين نعرف بقى قصتها، يعني احكي لنا. دي أول صورة أنا صورتها، كانت في 2018. كنت قبليها أنا كنت عايز إن أنا أصور. بس كنت مفكر إن أنا عشان أصور لازم يبقى معايا الكاميرا. فجي في دماغي طب ما تجرب مثلا صورة بالموبايل، بعد ما شفت طبعا فيديوهات كتير. ولقيت شخص كان بيصور بالموبايل بس مش فاكر الصراحه. فجربت، طلعت كنت في ثانويه عامه، كان في 2018، كنت رايح درس، فكان المنظر ده كان قدامي، فجربت مثلا اصورها وعدلتها على البرنامج فعجبتني. انا اول حاجه انا عجبتني، فقمت واخد الصوره. طبعا احنا في الثانويه في الدروس وكده بنبقى اعداد كبيره، فقلت ان انا اعرضها على اصحابي. فبدا بقى اصحابي ان هم الصوره عجباهم. قيمتها الاول من 10، تدوها كام من 10؟ في اللي كان بيقول لي 9 من 10، في اللي كان بيقول لي 10 من 10، كان كلهم مش مصدقين اصلا ان انا اللي مصور دي. حلوه قوي. فالموضوع بقى بدا معايا من هنا، انا خلاص انا اكتشفت ان انا فعلا مصور موهوب. الاول كانت فكره، خلاص بعد الصوره دي انا بقيت مصور. دي حقيقه. طب سؤال بس، الصوره دي كانت فين؟ الصوره دي من فوق السطوح عندنا في البيت. بجد؟ فين يعني، في انهي حته في مصر؟ عين شمس. اوكي. يعني حتى من الصوره دي ما فيهاش فوتوشوب نهائي، الصوره دي متعدله الوان بس. حلوه جدا. دي منظر الحمام مع الغيه مع شكل السحاب. الصوره ما فيهاش اي اضافه في اي حاجه، لان انا ما كنتش لسه اتعلمت الكلام ده. حلو جدا. لا يعني انت فعلا موهوب. ربنا يخليك.
طيب طبعا انت دخلت مجال التصوير في الافراح وكمان كمان التصوير الصحفي، احكي لنا بقى ازاي دخلت وازاي التجربه دي، وخاصه ان الاثنين طبعا مختلفين عن بعض، افراح وصحفي، فاحكي لنا. وغير الافراح والصحفي انا كنت قبلها مناظر طبيعيه زي الصوره اللي احنا شايفينها. طيب كمان ما شاء الله. انتقلت من التصوير للمناظر الطبيعيه، كانش مشهور قوي في مصر، فانا عايزه اتشهر، فدخلت الاول الافراح. كانت صعبه في البدايه، لان لازم عشان اخش مجال الافراح لازم يبقى مع مكتب تصوير افراح، ابقى اسيست. لكن انا ما خدتش الخطوه دي خالص، لا انا خدت ان انا هنزل اصور بنفسي. البدايه كانت صعبه شويه لان انا كنت لسه مش معروف قوي، فابتديتها بفرح واحد صاحبي، ده كانت التجربه. الحمد لله ربنا وفقني. طيب. قدرت ان انا اقدر اطلع صور جميله بكادرات حلوه وهو عجبته، فجت فكره صحابي القريبين مني قوي، طب يلا نعمل صفحه وننزل الصور على الفيسبوك. خلاص نزلتهم، بدات ان انا اعمل اعلان، فجالي طلبات كتيره، فبدات بقى ان انا ابتدي اشتغل في موضوع الافراح. بس كان حلو شويه، بس انا ما حسيتش نفسي فيه برضو، يعني اشتغلت فيه سنه ولا سنه ونص وما زلت شغال فيه، بس ما كنتش حاسس نفسي فيه، لان انا كانت فكرتي ان انا محتاج صورتي تتشاف للدنيا كلها. يعني الافراح هو مشهور وكل حاجه، بس الصور تبقى خاصه شويه. الافراح صورتك هتبقى مشهوره بالنسبه للعرسان والمصورين الافراح، لكن التصوير الصحفي صورتك هتبقى مشهوره للدنيا كلها طبعا. فبدات ان انا ادخل بقى مجال الصحافه. جاري عزيز عليا جدا هو صحفي، فقال لي انا هتوسط لك ان انت تخش في مجال الصحافه. والحمد لله قدرت ان انا اخش اعمل تدريب في الموقع اللي انا فيه حاليا. عظيم. وربنا يعني انت اخذت تدريبات، يعني انا عايزه اسالك عن الموهبه العظيمه بتاعتك. ما خدتش تدريبات مع حد، اخذت كورسات او طورت ازاي من نفسك؟ ما خدتش ولا تدريبات ولا كورسات، انا طورت نفسي بنفسي. مش بقولها ان انا مثلا بقول ان انا احسن واحد في الدنيا، لا انت احسن واحد في الدنيا. لا بس انا حقيقي في ناس بتستغربني اللي هو ازاي انت ما خدتش كورسات، او ان انت ازاي ما اتعلمتش. طب معلش احنا برضو عايزين نعرف ازاي طورت نفسك. طورت نفسي ان انا بتفرج، تابعت حد او كده؟ لان اكيد في ناس عايزه تتعلم طبيعي، او تعرف طبيعي حاجه زي لازم اتفرج على اي مصور في المجال بتاعي، سواء في مجال الصحافه او في مجال التصوير الافراح. لازم اتفرج على الصور، لازم اشبع عيني بالمناظر اللي انا عايزه اتجه ليها. في ايام الافراح كنت بتفرج كتير على مصورين افراح، يعني اشهرهم احمد ابو طالب، كنت بتفرج عليه كتير جدا، لان هو مصور من احسن المصورين في الافراح، وهو ده حاليا يعني حاجه كده خاصه بالنسبه لي، بحب صوره جدا، مفضل عندك. يعني. جدا. وبتعلم منه حاجات كتير قوي من صوره. فانا لازم اشبع عيني، شبعت عيني من صوره، لازم بقى ابتدي احاول اجرب زيها مره، او مش هتيجي من اول مره ولا من ثاني مره ولا من ثالث مره، التكرار هيعلمني. فدي انا اتعلمتها لوحدي، اشتغلت على نفسي. اشتغلت على نفسي كتير، فهو ده اللي خلاني ان انا قاعد ما قدامكم. طيب هل واجهت صعوبات في في التصوير اول ما بدات او كده؟ واجهت صعوبات ان التصوير بالموبايل غير تصوير الكاميرا نهائي. تصوير الكاميرا انت بتعملي كل حاجه بايدك، بتظبطي اعدادات الكاميرا، بتظبطي عشان الصوره تطلع حلوه، لكن الموبايل انت بتدوسي على الزرار يا دوبك بتظبطي كادرك، لكن انت بقى تصوري الكاميرا بتظبطي اعداداتك وتظبطي كادرك وتظبطي الاضاءه. الموضوع كبير شويه بس جميل ممتع، انا بالنسبه لي ممتع مش صعب. فهو مره على مره بتتعودي. في صعوبات، مفيش صعوبات، الدنيا مش سهله، بس مره على مره بتبقى الدنيا جميله معاكي اكيد. طب قولي يا عبد الرحمن، التصوير الصحفي بيبقى محتاج انه الشخص اللي نازل يصور ده يبقى معاه معدات كبيره، ولا انت ممكن تصور عادي، او يبقى موهوب كمان، او على حسب الفكره اللي هو نازل يصورها؟ حسب اللي هو نازل يصوره. على حسب الفكره اللي هو نازل يصوره، يعني لو هو مثلا نازل يعمل قصه صحفيه دي ليها معدات، نازل يصور مثلا تجمع في الشارع ليها معدات، نازل يعمل مؤتمر ده ليه معدات، نازل يغطي حفله لمعدات، نازل يصور في ماتش لمعدات، يعني حسب كل حاجه. على حسب الظروف اللي هو ينزل يصورها. عظيم. كل حاجه ولها معداتها. ايوه طبعا. طيب لو هنتكلم عن مواصفات المصور الناجح، شايف ايه من وجهه نظرك لازم تكون متوفر فيه ايه؟ المصور الناجح لازم يشتغل على نفسه كتير، لازم
يعني ما يقفش في حته يعني معينه. يعني يصور كتير ولا ايه؟ يشتغل على نفسه كتير. اللي هو يتعلم كتير من نفسه. مش عيب ان هو يطلع يقول لحد علمني طبعا. يعني هو مش عيب ان انا مثلا اروح لمصور اعلى مني اقول له انت عملت الصوره دي ازاي. لا، ما انا عايز اوصل بردك للليميت اللي هو وصل له. فهو انا يعني هو ما وصلش، يعني هو ما طلعش واصل للمرحله دي، فانا لازم اتعلم منه وهو بيتعلم من غيري. احنا كلنا بنتعلم من بعض. فالمصور الناجح يشتغل على نفسه حتى لو معهوش معدات كتير. انا بداتها بموبايل. ما بداتهاش بكاميرا. يعني حتى لو غيري بيحب التصوير، بشوف ناس كتير انا بحب اصور بس معيش كاميرا. مش شرط ان انت يبقى معاك كاميرا. انت ممكن تصور بالموبايل والصوره مره على مره على مره هتطلع حلو. انا اعرف ناس لحد دلوقتي بتصور صور الكاميرا ما بتعرفش تطلعها، بيطلعها بالموبايل. في ناس بتعمل فيديوهات ريل اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا بالموبايل مش بالكاميرا. فالفكره كلها مش في كاميرا بس. دي كواليتي ودي كواليتي، بس ابتدي باللي تحت، ابتدي باللي قدامك. ابتدي باللي قدامك. بالظبط. مش شرط ان انت يبقى معاك كاميرا عشان تبتدي، ما عشان ما تصعبش عليك الامور. بالزبط. يعني بالمعنى ابتديها، يعني هون على نفسك عشان تقدر تعمل حاجه. تدي لنفسك طموح ان انت هتعمل حاجه، وما تقولش مهما وصلت للمرحله ما تقولش انا الحمد لله يعني انا وصلت. لا، احمد ربنا وقول انا لسه هكمل. ده صحيح زي ما انت قلت كده ان الموهبه بتشد. أوه. فهي الموهبه لما تشد انت هتستخدم اي حاجه معاك عشان تحقق او تفعل الموهبه بتاعتك. بالظبط. طب عبد الرحمن، بص احنا بنعرض يعني صور لذيذه جدا ليك وحاجات حلوه قوي انت مستخدم فيها اضاءات طبيعيه، يعني اضاءه شمس، بتستخدم الظل كمان بطريقه مميزه جدا. فعايزاك تكلمني عن التكنيك بتاع الصور دي، انت ازاي بتعمل كده؟ في حاجات ليها اضاءه فعلا انت مستخدمها ولا انت بتشتغل على الحاجات الطبيعيه؟ المناظر الطبيعيه دي ما بستخدمش فيها اي اضاءه كده، بتجيبها بالطبيعه. يعني دي بتاعت ربنا. انا كل اللي انا بعمله بلعب في الـ في الـ في الظل، يا اما في الالوان حاجات بسيطه اللي هو بوضحها. ايوه، زمان بتبرزها. ببرزها. زمان كنت مش فاهم الدنيا قوي في التصوير، كنت مفكر ان انا لما العب في الالوان واظهر حاجه كده مختلفه هتبقى الصوره جميله. لكن حاليا عرفت ان انا عشان تبقى الصوره بتاعتي مميزه وحاجه حلوه اوضح. بس تبرز الحاجات المميزه. يعني مره على مره احنا بنتعلم حاجات كتير. فده يعني حاجه برضك علمتني في التصوير. ودي احلى حاجه في شغلك، ده اللي مميز شغلك على فكره برضه. وفي صور ناس كتير قوي بتيجي تقول لي عليها انت عامل لها فوتوشوب جامد. انا اصلا لسه متعلم الفوتوشوب من كام شهر. يعني انا طول السنين اللي فاتت ما كنتش بعمل فوتوشوب. انا لسه متعلم الفوتوشوب ده من كام شهر، ما اعرفش ازاي اركب صوره على صوره حتى الان. ففي ناس تيجي تقول لي لا انت مركب الصوره دي. انا حاليا انا والله ما بعرف اركب صور. طيب دلوقتي طبعا انت متفوق في المجال اللي انت بتحبه، واثبتت نفسك طبعا ومحقق كارير كويس جدا، وبرده بتكسب منه اكيد ماديا كويس جدا. الحمد لله. عايز اعرف بقى ليه عايز تكمل تعليمك في الجامعه وتقدم؟ يعني ليه عندك الرغبه دي مع انك انت محقق نجاح اوريدي في شغلك؟ يعني هي الرغبه دي عندي، يعني انا نفسي فيها، بس برضك انا عايز اكمل تعليمي بسبب حاجه. التعليم حلو مش وحش، بس طبعاً. انا وقفته لان كنت حاسس ان انا لو كنت كملت تعليم ما كنتش هقدر ادي حلمي وقته. كنت هبقى مركز في التعليم اكتر وكان الوقت هيعدي عليا اكتر. طب ليه؟ ما انا في سن صغير، ما انا ممكن اعمل حلمي وبعدين اكمل التعليم. مش بشجع على كده، بس انا ما كنتش محبذ انا شخصيا ما كنتش محبذ قوي لفكره التعليم قد ما انا كان الحلم شددني، موهبتي شداني، عايز اعمل حاجه. كنت حاسس ان انا لو ما عملتش حاجه كنت هبقى في التعليم وهخلص هبتدي بقى احقق حلم. فانا لما كنتش ابتديت صغير ما كنتش عامل حاجه. طيب عبد الرحمن، في صورة يعني هتتعرض دلوقتي، دي انت محقق فيها مركز في حاجة ليها علاقة بالبريد المصري. يعني عايزك تكلمنا بقى عن المسابقة دي ووصلت لها ازاي، وصلت المركز ده ازاي، وتكلمنا عن الصورة كمان. تمام. الصورة دي انا كنت قاعد، كنت موقف تصوير بقى لي فترة، كان التصوير واقف معايا خالص. فكنت بقلب كده على جوجل بعمل بحث عن مسابقات تصوير، انا عايز اخش مسابقة تصوير. فلقيت بالصدفه مسابقه البريد المصري. كانت معموله في شهر 9، فقلت اما اجرب اخش. كنت لسه اول مره بردك اخش في مسابقه، لا تاني مره اخش في مسابقه. فدخلت قدمت، قالوا لي كنت بقدم في اخر 3 ايام من المسابقه،
فاضل 3 ايام والمسابقه تنتهي. اليوم اللي قدمت فيه بقى فاضل يومين، عديت يوم رحت اخر يوم، انا بصور في اخر يوم، انا مش فاهم اي يعني، انا ما اعرفش المسابقه القواعد بتاعتها ايه قوي، بسبب ان انا كنت في الاخر فعايز ان انا ابتدي اصور. رحت وانا في المكان نفسه بقيت بطلع التليفون اقرا القواعد بتاعه المسابقه ايه، فبدات اعرف القواعد ان انت لازم تطلع الصوره من المتحف، ما ينفعش ان الصوره تبقى من خارج المتحف وكده. فبدات ادور على الحاجه المميزه في المتحف، فلقيت الصوره دي، الصوره دي معموله بالدبغه، الدمغه بتاعه الظرف بتاعه زمان، مرسومه ابو الهول والاهرامات بالدمغه، فعجبتني، هي يعتبر لوحه جميله. فخدتها صوره وعملت لها التعديل البسيط اللي هم برضك حاطين القواعد بتاعته، وحطيتها وطلعت من العشرة يعني من عشر اوائل، بس المركز ايه هم مش محددين. برافو عليك. طيب بصي يا عبد الرحمن، طبعا صورك جميله جدا، فاحنا عايزين نكون محظوظين ان احنا ان انت تصورنا صوره وانت قاعد كده مكانك. صورني صوره انا وزميلتي هبه، كاميرا معاك، عايزه صوره ليا انا وهبه صورة عشان يبقى يعني هننبسط جدا ان انت تصورنا. طيب وعايزين كمان نشوفها كده يعني، هنشوفها بعد بعد الحلقه بقى. خلاص ماشي، انا هصور كل واحده صوره. أوكي. وبعد الحلقه نصور الصوره الجماعيه. طيب خلاص تمام اتفضل. يعني انت ليك كل الحريه وكل الصلاحيات. لا انا بشوف الاحسن ايوه، ما انا عشان كده بقول لك انت اللي فاهم، فانت أيوة. اللي عشان كده ليك الحريه والصلاحيات اصور كده عشان ده خلاص شغلك. حلو قوي دي. انت اللي ممكن والله ممكن بقى واحده كمان. زي ما احنا اتفضل يلا بينا. حلوه دي. يلا احنا بقى ضحك. يلا احنا بقى يلا. دي كمان مميزه قوي. مميزه والله. انت اللي مميز بجد يا مميز. انت اللي جميل، عينك حلوه جدا. يعني انت صورك كلها بصراحه مميزه جدا، وانت مبهر يعني. انا بالنسبه لي انت بتصويرك وصورك كمان اللي احنا شفناها دي، وده يخليني اروح لحته انه انت نفسك، انت مميز جدا يعني، تقدر تشتغل في احسن الاماكن اللي ليها علاقه بالتصوير الصحفي او غيره يعني. فانت نفسك يعني شايف نفسك الفتره اللي جايه دي البلان بتاعتك ايه، او عايز تحقق ايه في المجال الجميل بتاعنا؟ يعني الفتره الجايه الاكتر حاجه انا بقيت دلوقتي شغال عليها، انا الحمد لله ختمت سنه 2023 بان انا بقيت اول مصور فوتوغرافر من زاويه اليمن في مصر، ودلوقتي متوثقه على جوجل الحمد لله. الخطه بقى اللي انا حاليا ماشي عليها، انا نفسي ابقى اول مصور فوتوغرافر من زاويه اليمن في الشرق الاوسط، يعني الوطن العربي كله يعرف ان في مصور فوتوغرافر مصري من متحدين الاعاقه وبيصور، وصوره يعني الى حد ما حلوه. لا انت مش الى حد ما خالص. لا انا حاليا شايف برضك نفسي. تصويرك عظيم جدا، نورتنا يا عبد الرحمن النهارده. سلامي لي. انا طبعا مشتاقه ومستنيه اشوف الصور. واحنا سعداء بوجودك معانا النهارده بجد، نورتنا وفخوره بيك جدا، ودايما نشوفك ناجح ومنور الدنيا كلها. يا رب. شكرا ليك. شكرا جدا ليك مشاهدي. شكرا ليك يا هبه، وسعيده بوجودي معاكي النهارده. انا كمان اسعد. ومشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في يوم جديد واخبار جديده وفقرات جديده من برنامج صباح الورد، والى اللقاء.